مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وردة فعل جديدة. المرة هذه باش تكون على مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب النيجر اياب تصفية كأس العالم 2022. طبعا المباراة هذه ان شاء الله باش تكون مثيرة. انا شخصيا نتوقع ان المنتخب الجزائري يفوز. انتم اكتبوا لنا توقعاتكم قبل ما تشوفوا ردة الفعل، طبعا تهبطوا وتكتبوا توقعكم للمباراة. وما تنسوش يا جماعة تفجروا الفيديو هذا باللايكات، لايك لايك لايك، وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وتوا نمشيو ردة الفعل. هذه تشكيلة المنتخب الجزائري كما تشوفوا، بولحي في حراسة المرمى، يوسف عطال، محمد فارس، عيسى مندي، عبد القادر بدران، رامز زروقي، اسماعيل بن ناصر، ويوسف بليلي، ورياض محرز، وسلام سليماني، وبغداد بنجاح. طبعا هذه تشكيلة باهية، معناتها خاصة المباراة كما النيجر، ان شاء الله المنتخب الجزائري يعني ينزل بأبرز اللاعبين. طبعا ثم شوي غيابات، بن سبعيني مش عارف، ثم برشا لاعبين ممكن كانوا يلعبوا اساسيين ما مش اساسيين اليوم، اما الموجودين ينجموا يربحوا. المنتخب النيجر، منتخب النيجر نتصور ما ثماش تغييرات على مباراة ردوا بالنا يا شباب، ردوا بالكم. طيحك يا عطال يا عطال يا عطال. لا 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 لا، ردوا بالنا، فيها مخالفة. منتخب الجزائر مازال ما دخلش في المباراة بصراحة، أول 10 دقائق ما شفناش متى المنتخب الجزائري. ثم دخول بقوة من النيجر يحاولوا أنهم يسجلوا هدف، أما حتى الآن ما شفناش. امشي يا أخي سليمانيا، هذه كورة. جول! ماذا ضيعت يا بنجاح يا بنجاح؟ فالعادة تحطها في الجول يا بنجاح، هذه خسارة والله خسارة. سهلة للرئيس سمبولحي وهاب، حارس كبير برشا. اسماعيل بن ناصر ما تحكيش عليه، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول، حطها والله معروفة من الهربة متاع بليلي، حطها في الجول من بنجاح الرياض محرز، ومحرز حطها في الجول. براب باب باب باب. والله برافو المنتخب الجزائري يتقدم، رغم انه الحق يقال النيجر كانت افضل في اول 20 دقيقة، اما الجزائر تسجل هدف. طبعا ان شاء الله تنحل الشبكة وان شاء الله نشوفوا اهداف اخرى من المنتخب الجزائري. جول! برافو هدف. محمد زكريني لم يتم احتساب الهدف، مازال ما غلقوش الاهداف ثلاثه لي، كره مرفوعه. احتسبوا الهدف، صحيح الهدف يعني. يعني هدفين لصفر المنتخب الجزائري. ردوا بالنا، هجمات خطيره ينظموا فيها منتخب النيجر بصراحه، والمنتخب الجزائري يقتلهم بهدفين. هذه جول، امشي امشي امشي، حطها في الجول. جول 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 الثالث. برافو برافو يا بن ناصر، اسماعيل بن ناصر، شوف شوف شوف، حطها في الجول. بليلي بليلي اداء بصراحه ممتاز في المباراه هذه، من احسن اللاعبين. خطيره خطيره يا جماعه الكره الاخيره. مباراة بصراحة قوية برشا من منتخب الجزائري، قتلها بثلاث اهداف. امشي 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 امشي، جول! اربعة، محرز يصنع وبغداد يسجل. باب 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 باب، مالا ثلاثي في الهجوم، ومالا لاعبين للمنتخب الجزائري، والله لاعبين منتخب الاحلام هذا المنتخب الجزائري. مباراة بصراحة يعني الجزائر كما يضحك بغداد بنجاح. خطيرة خطيرة، لكن لقطة بغداد هو يضحك على هيك، زاده كل دولة وقدراتها، ما همش مقصرين بصراحة منتخب النيجر.
منتخب الجزائر يحسمها بصراحة المباراة منذ البداية، منذ الشوط الأول اقتلها. أوه تقول خامس لكن ضاعت. أوه كما شفنا يا جماعة المنتخب الجزائري يضرب الأربعة ويسجل يعني انتصار تاريخي، لأنه أول انتصار منذ سنتين خارج الديار في مباراة رسمية للمنتخب الجزائري. مبروك للمنتخب الجزائري، هارد لك المنتخب النيجر. المنتخب الجزائري إن شاء الله باش نشوفوه في كأس العالم، احفظوها وسجلوها علي الحاجة الكلمة هذه، خطر بالحق منتخب عالمي بأتم معنى الكلمة، ومنتخب من طينة الكبار، نجوم ساحرة، نجوم طايرين بصراحة على المنتخبات العربية كله، على المنتخبات الإفريقية كل. إن شاء الله يعني ما يخذوهمش بالعين وكأول المنتخب الجزائري. برافو للاعبين الكل بصراحة، من محرز الرئيس وهاب مبولحي، كل اللاعبين كانوا في أداء ممتاز اليوم. شكرا لكم، انتم ما تنسوناش باللايك يا جماعة، خلي الفيديو يوصل للجزائريين الكل. سلام.